مرحبا بكم أعزائي معنا اليوم في فيديو جديد. كيف ما كتشوفوا هذا اليوم غادي نديرو عشانا البلانشا، غادي نخدمو غير هاد لاباري هادي وغادي نوريكم شنو غادي نحضرو معاها، شنو غادي نرافقو. دونك بقاو معايا. كيف ما كتشوفوا هذه واحد البلانشا فيها 1 متر، دونك شعلناها برونشيناها كيف ما كتشوفوا، خاصها تسخن واحد شويه، وتحت منها كاين بحال واحد الطويصه صغيره اللي كتجمع ديك لاغريس اللي كتذوب. ما تخافوش، حاطينها نيشان على الطبله وكاينين دوك الرجيلات ديالها هما كيخليو الحراره ما كتوصلش للطبله. دونك شنو غادي نوجدوا مع هاد البلانشا اليوم؟ كيف ما كتشوفوا هادو سوسون دي سوسيس، فيهم الحمر الكمل، فيهم الحار ديال اللحم ديال العجل، واللي حداهم ديال لادان، شويه ديال الفلفله خضراء، مطيشه، فلفله حمراء. وهنايا كيف ما كتعرفوا الصول كيجي زوين مع البلانشا، تيجي بلانشا بلوتو الصول. وهنايا الكالامر اللي منقي ومقطع. دونك فوالا، هاد لاباري هادي راه هادي جبناها من الخارج، ما كايناش في المغرب، ولكن تقدو تقلبو عليها ولا تكومونديوها سوغ انترنيت حتى الاخر، ونوريكم لومبالاج ديالها كيفاش داير. دونك هادي كتهنيكم ما تخليكمش بحال البرانسيب ديال لاباري هاكليت. دونك سي لو ميم برانسيب، كتجلس وكتبقى مجموع، ما كاينش ديك كيف ما عندنا حنايا في التقاليد ديالنا المغربيه، كتبقى نوض طيب رجع، نوض سربي رجع. دونك هنا كلشي كيبقى سخون، وكلشي زعما كلشي كيكون مجموع على الطبله. كما كتشوفوا هنايا راه صوبنا واحد لاصوص اللي غادي تراق هادشي اللي كان كيدو دابا، فيها معلقه ديال الموطاد، جوج ديال الصفر البيض، شويه ديال مطيشه ديال الحك، وشويه ديال الزويته البلديه ومليحه وبزاف. غادي تبان لكم غريبه، ولكن فريمون ملي تخلطات جات واعره، جات ذقناها، جات زوينه. هي اللي غادي نحطو فوق من الحوت ديالنا، هي اللي غادي نفلت حيت هادشي كامل ناشف. دونك كيف ما كتشوفوا هنا كلشي هادشي ناشف، ما كاينه حتى شي صوص. دونك لا سول صوص اللي كاينه هي هادي اللي غادي تحط فوق الحوت ولا كتحط فوق الكالامار، وكتعطي واحد الكو زوين. دونك فوالا كيف ما كتشوفوا حطينا فرقنا بلاصه ديالها. يمكن لكم تزيدوا اي حاجه اخرى، دي بروشيت ديالكم ايتو. وهنايا كاينه واحد الترموستات بو ريغلي. دونك فوالا، ما بقى لي غير نقول لكم بالصحه والراحه، وغادي نحط لكم صور باش تشوفوا كيفاش كيجي داك الشيء رائع. دغيا داكشي فريمون تتحطوه نتوما مع العائله والاحباب ولا وليداتكم ولا في الويكاند، يعني باش تبدلوا شويه الروتين ديال المرقه، تبدلوا الروتين ديال الطياب.